السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زملائي الأعزاء، إخواني الكرام، متابعي القناة، أرحب بكم في هذا الفيديو. إذا بالنسبة لهذا الفيديو فهو الفيديو الثاني أو السلسلة الثانية الخاصة بشرح الإكسل. إذا بالنسبة لهذا الفيشي اللي غادي نشتغلوا عليه اللي فيه العدة ديال التكوين، راه ممكن أنكم ديروا ليه تيلي شارجومون. الرابط راه كاين تحت في أسفل هذا الفيديو، يعني في خانة الوصف. إما اختاروا ديروا تيلي شارجمون من موقع ميديا فاير، أو ديروا تيلي شارجمون من جوجل درايف اللي بغيتو. من بعد ما كدير لي تيلي شارجمون كتحطو عندك في الحاسوب بهذا الشكل، راه الملف مضغوط عبارة عن فيشي وينرار. إذا كدير لي بيتون دروات وكتختار هاد اكستخيغ فيغ سويفي دي كور ماتيماتيك بحال هكا. إين فوا غادي دير كذا غادي تحصل على هاد الدوسي. انتم ملاحظين معايا، هذا خليه عندك في الأرشيف، تحتاجو مستقبلا. دونك غادي تحصل على هاد لو دوسي. كتدخل لهاد لو دوسي، لاحظوا معايا فيه دي فيشي، فيه هاد لو فيشي تيكس اوتون، فيه هاد لي كيستيون، فيه هاد البريد. الوغ بالنسبة لهاد الاوتون، هذا خاصو يكون في دوكيمون. باش الى جا السؤال ديالو غيتفتح لينا لو دوسي دوكيمون اوتوماتيكمون. اللي بغا يخليه هنا في البيرو يخلي كلشي هنا في البيرو، ولكن غير الى جا لا كيستيون هاد النوبة غادي يمشي للبيرو. ليماج كذلك كندير له كوبي، وغادي نمشي نحطها في لودوسي ميزيماج. صافي، وهاد الجوج راه لي كيستيون والبريد هما اللي غيخدم عليهم. دونك هذا صافي مابقى عندي ما ندير بيه، وهذا راه كيبقى عندي يعني احتياط. بالنسبة للي كيستيون تقريبا راه حتى هو يعني بحال الاخر، فيه تقريبا حتى هو 30 سؤال. غادي نحاول ان شاء الله نخدمو عليها كلها. هذا بالنسبة للي كيستيون، نعودهم هنا لتحت. ايوا بالنسبة للوفيشي بريت، هو هذا لوفيشي بريت كيتكون من دو فوي. لا بروميير فوي نومي سيكسيون 3، ولا دوزيام فوي نومي ريزيم. فوالا، سواء هاني لي غيزير بحال هكا. فوالا باش يبان ليا الكيستيون، يبان ليا. اذا نبدا على بركة الله. الور بالنسبة لهاد الشروحات اللي خاصة بهاد الدوكيمون نيميرو 2، راه غيكون نوعا ما يعني سريعة. ممكن شي حاجه تبان لكم فلو، ولا ربما ما تفهموش. المهم راه لا بليبار ديال لي كيسيون اللي كاينين هنا في هاد لو دوكيمون نيميرو 2، نقدر نقولو 90% من لي كيسيون راه كاينين في الدوكيمون الاخر. والدوكيمون الاخر راه المده ديالو طويله، والعدد ديال الفيديوهات فيه كثار، يعني تعمقت فيه وشرحت المسائل يعني بدقه. هذاك الفيديوهات اللي خاصين بلو دوكيمون نيميرو 1، اذا تبعتوهم وطبقتوهم كذا، راه ملي غيجيو تخدموا هذا غيتلقاو بان لا بليبار دي شوز يعني اللي كنديروهم هنا كاينين في الاخر، غير هنا كيتعاودوا باسماء اخرى وبكلمات اخرى وبدي ريفيرونس يعني مختلفين. دونك غادي نبداو على بركه الله. قال لك اسيدي سير خدم ليا في سيكسيون 3، يعني هادي قال لك انسيري اون لين، وهاد لا لين غادي نديرو له لانسيرسيون ايميدياتمون او ديسي دو لا لين اكتويال. لاحظوا معايا عندنا هذا هو لا لين نيميرو 1، ها هو اللي فيه هاد الكلمه. قال لك تحت منه غادي يكون واحد لا لين جديد. الوغ الى بغيت ندير لانسيرسيون ديال واحد لاين تحت هذا، غادي نكليكي على جوج لاين نيميرو 2. كليكي هنا. علاش غادي نكليكي على لاين نيميرو 2؟ حيت الاكسل هو كيدير ليزانسيرسيون ديال لين الفوق. بحال دابا ضربت هنا ودرت انسيري اون لين غادي يطلع الفوق، ضربت خمسة ودرت انسيري اون لين غادي يكون ما بين خمسة وربعة. دونك هما قال لك تحت واحد كيفي، راه خصني نضرب جوج باش لاين يدار له لانسيرسيون فوق جوج. الوغ بور انسيري اون لين، سواء انك دير بوطون دروات على هاد جوج وتختار انسيرسيون، سواء انك تمشي لاكوي ودير انسيري وتختار انسيري دي لين. انتم لاحظوا لا لين نيميرو 2 عاد زاد، هو خاو. هذا فيما يخص السؤال رقم واحد. ندوزو للسؤال رقم جوج. ابليك ان ستيل دو سيلول على لا بلاج دو سيلول ا 2 اس 2. اذا ا 2 هي هادي، اس 2 هي هادي، سكيب في كليكي كليسي، هذا هو لا بلاج ا 2 اس 2. قال لك اسيدي طبق لي عليه لو ستيل 40% اكسونت 3 مع دو ستيل. الوغ بور سو فير كنمشيو كنديرو لا سيليكسيون، بعدا كندير لا بلاج، وهنا كنمشيو لاكوي على لي ستيل. هاهما هاهما في عندنا، كندير كليك على هادي مفتحة 40% اكسونت 3، هو هذا فوالا. ندوزو للسؤال رقم 3. موديفي لو فورما دو لا سيلول ان لو ديفينيسون سيغ دات. بلاج دو سيلول سي دو اس دو، ها سي دو و ها اس دو. هاد لا بلاج لي راني شاد دابا. قالك اسيدي سير موديفي لو فورما دو دوني، يعني لي دوني لي غادي يكونو هنا غادي يكونو دي دات.
وغادي يكون هذا لوتي. من بعد ما كدير لا سيليكسيون لا بلاج كنمشيو لاكوي، ممكن يعني تخدمها بشكل سريع من هنا، ها هي دات كوت دات لونغ، ولكن لا من الاحسن نخدمو بهادي، ندير كليك على هاد السام صغيور. حنا غادي نشوفو علاش كتختار هنايا بيان سير النومبر دات، هي وغادي تختار هذا، حيت هاد الاخر اللي غيخدم به من النومبر ممكن ما تلقاش هاد النوع. شتي هاد الهضاب راه فيه بزاف ديال الاشكال، ها واحد شكينا جوج ثلاثة الى اخره، بزاف ديال الانواع ديال الهضاب. هما بغاو واحد الهضاب اللي فيه النهار وتيري دوسيس وتابع الشهر مكتوب ماشي شهر مرقم. صافي دونك راه درنا لا سيليسيون وعطينا هاد لو فورم. كاين هاديك راه غالبا دارت اوتوماتيك، هاي بارامتر ريجيونو فرونسي فرونسي اوتوماتيكمون كانت. نمشيو للسؤال رقم 4، اجوتي لون تيت الى دات بور شاكين دي كولون تاش دون لي باج. المهم قال لك اسيدي لا سيلول بي 2 هنا، هادي ها هي، قال لك اكتب لي فيها دات، نكتبو دات بكل بساطة. وقال لك اسيدي هاد لا سيلول سي 2 اس 2 هادي سي 2 اس 2 عاد عطيناها عاد دابا واحد شوية لو فورما دات. هاد سي 2 اس 2 قال لك غادي تعمرها في لي دات. شنو هاد لي دات؟ يعني هنا في هاد الخلية الأولى غيكون هاد 22 اوت، وهنا غادي تكون 22 اوت، وبيان سير هنا راه غيتزاد بسيمانه وغيتزاد بسيمانه وغادي، واخر واحده خاص تكون فيها 2 ديسمبر. هاد لا كيسيون راه اوتوماتيك يعني بحالو هو اللي كنا درنا في الدوكيمون نيميرو 1، كانوا عطاونا سنوات 1896 1900 وقال لك بغينا نقول غادي نتا 2020 نفس الخدمه هنايا، غير هذاك يعني سنوات هنا يعني ايام، هذاك كيتزاد بربع سنين، هذاك كيتزاد بسبع ايام الى اخره. اذا تندخل هنا لاحظوا معايا، شوفوا معايا غادي ندير غير 22 سلاش 8، ماشي بالضروري كاع نكتب بحال هادي 22 سلاش 8. لاحظوا اوتوماتيكمون اون فوا درت اونطري اكسل قلب يعني ردها 22 تيري دو 6 اوت. علاش؟ لان النتيجه هادو كلهم عطيناهم لو فورم، يعني غادي نجي عاود تاني نكتب 22 تيري دو 6 8 لاحظ معايا غادي ردها اوت. صافي اذا هنا غادي نكتب 22 سلاش 8 وهنا غادي نكتب 29 سلاش 8. صافي هادشي اللي غادي نخدم عاد من بعد بلا ما نكمل هادو ونشد الكالندري ونبدا نزيد سيمانه سيمانه. لا لا عاد كدير كليكي، انت نضرب في بلاصه اخرى كدير كليكي تبقى شاد بلا سوري وجر. صافي من بعد كنمشي لهاد المربع الاخضر اللي كاين هنا، تكتب لي المؤشر ديال الفاره بهذاك الشكل وكندير كليكي كليسي. شوفوا معايا راه اوتوماتيك ممكن يتسال غادي بسيمانه 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 حتى 2 ديسمبر. فعلا هي 2 ديسمبر. دونك هنا كاين ما يسمى بلانكريمونطاسيون، يعني كتزاد وفق واحد البا، وهاديك البا هي اللي هنا من هنا لهنا هادو دخلناهم حنا سيمانه. دونك ليكسي الانفو شدينا هاد الجوج فهم بان من هنا سيمانه سكيفي من هنا عاود سيمانه وغادي. هذا فيما يخص السؤال رقم 4. نمشيو ندوزو للسؤال رقم 5، موديفي لو تيكست دو تيتر سيلول ا ان. هاد لا سيلول ا ان هي، لاحظوا معايا راه ا ان نورمالمون هي هادي، ولكن شدات هادشي كامل. علاش؟ لان داروا لها فيزيوني. اذا هاد من ا ان حتى الاس ان راه داروا لها هما فيزيوني يكتبوا فيها هاد لو تيكست. دونك اللي مطلوب في هاد السؤال هو ان نبدلوا هاد لو تيكست، اي اول ما تبقى هاد مات سيكسيون 3 غادي باش نكتبوا مات 2080 سيكسيون 13. دونك لاحظوا معايا ضربت خير هنا ومشيت لابار دو فورميل مات هاد اشابو. غادي نعطيكم هاد المعلومة ممكن انها تفيد، ممكن انها تفيد شي واحد فيكم. انتم لاحظوا معايا دابا هذا الكلافي فيزير، هذا دابا هو الكلافي ديالك اللي راه خدام عندك اللي راه قدامك دابا، هذا في شي تيكست. لاحظوا معايا شوفوا معايا هاد اشابو هذا فين جات. انا ما كنهضرش دابا على العربية، لا كنهضر على الفرنسي. في الفرنسي ا زد كذا كذا كاين بي وكاين حداها هاد شابو. في العربية راه كاين حرف الجيم، هاداك شابو شاف فيها حرف الجيم، حنا خليناها في الفرنسي فوالا. دونك هاديك شابو إلا بغيت نكتب بحال مثلا اشابو، شوفوا معايا هنا هذا بحال غنكتبها نتوما انتما كنضرب في شابو ضرب ضربه راه ما وقع والو دابا هنا، ونعاود نضرب في اب. لاحظوا معايا شوف
هانتوما غادي نضرب شابو، غادي نعاود واحدة أخرى تخربقات. إذا لا، لا تكنيك كيفاش كدير، وأنا بغيت دير أشاب وكدير شابو وكتبعو أ، بغيت دير أو شابو غيدير شابو وغيدير أو، بغيت دير أو شابو غيدير أو شابو. أنا ما قلتش لك شدهم بجوج، لا ماشي شدهم بجوج، أنا داير بحال مثلا لاحظوا سواء تصنتوا مزيان، شوفوا هنا غنضرب شابو وهنا غنضرب أو، عطاتني أو شابو. يعني باش تفهموا نعاود نذكرها لآخر مرة، كدير شابو وكتبعوا الحرف اللي بغيتي. إذا أشابو هي شابو هو الأول، عاد نتبعو بحال كتكتب عادي، بحال بغيتي دير مثلا اس يو، ايوا هي ولا ما دير اس يو، درتي شابو يو صافي. إذا هادي غير ربما تفيد شي واحد فيكم. دونك قلنا لا كيسيون نيميرو 5 حنا ساليناه، ندوزو لا كيسيون نيميرو 6. موديفي لي بارامتر دالينيومون دي سيلول بي 3 بي 25، باش نصغر هادشي باش يبان لنا شي شويه مزيان. هاب بي 3 بي 25، اذا كندير كليكي كليسي، حنا شدينا هاد بي 3 بي 25، قالك دير له لالينيومون يكون اوريزونتال دروات روتري و لو روتري ان. حنا في لا كيسيون شفناه في لو دوكيمون سابق، دونك غادي نمشي لاكوي كنت نضرب هنا، ماشي هادو هادو ما غاديش ينفعوني حاليا، كنضرب هنا وغادي نمشي نختار اوريزونتال، ها هي دغوات روتري و لو روتري نتاع ان. شنو اللي تيوقع هو ان هاد لو تيكس غيكبرو غير بحال هكا باش يبان لكم، هاد لو تيكس كيت الينيا ادروات ولكن ما كيلصقش، فلو كنت ندير هاد يعني ادروات كيتكحز واحد شويه، اللي كيتكحز هي داك لو روتري ان. ندوزو للسؤال رقم 7. Donc la question numéro 7, elle a ajouté une mise en forme conditionnelle, plage de cellule C3S25, donc C3S25, ou un rapport C3S25. Elle a dit la mise en forme conditionnelle, ou a une nuance de couleur, échelle de couleur vert, blanc, rouge. Et donc, la sélection pour répondre à cette question, quand on dit la sélection de la plage concernée, وكنمشيو لهنا لاكاي وكنمشيو لميزون فورم كونديسيونيل، وغادي نمشي نختار هاد نيونس دو كولور، انا راه تابع هادشي، هاو قالك نيونس دو كولور وبغيت تختار فيغ بلون غوج، اذا نيونس دو كولور غادي نمشي نختار هذا فيغ بلون غوج. علاش ما اختاريتش هذا؟ هذا راه سميتو غوج بلون فيغ، هما باغيين فيغ بلون غوج، كندير كليك. احنا طبقنا الشق الاول هذا، هادشي راه باقي مشدود، دقة واحدة كندير هادشي. غادي نمشي نبدل هاد الباراميتراج، فاش قالك طبق هذا قالك عاود بدل لي هاد الباراميتراج، قالك سير لو ميليو غادي يكون سنتيل وغادي تكون القيمة ديالو 70، والماكسيموم غادي يكون نومبر والقيمة ديالو 25. الوغ باش نقادو هادو، الوغ باش نبدلو هاد لي بارامتر بعد هادشي راه باقي مشدود، كتعاود ترجع لنفس المكان فين طبقتي، قبيلة إلا عقلتو درنا هادي درنا هادي. دابا غادي نهبط غير هنا جي غير لي غيدل، فهاد جي غير لي غيدل لاحظوا طلعت لي هاد لا غيدل، هي هادي اللي طبقنا نيت دابا، قال لك ودي راه كاين هاد لي شيل دو كولور لي سميتو غوج بلون فيغ، راه مطبق على هادي. دونك هذا كون كانوا عندي جوج ولا ثلاثة ولا أربعة غادي يبانو هنا. ألوغ كندير كليك على هذا كنقول لهم موديفي لا غيدل سي بيان، ها هما هادشي اللي عاطينا، ها هو فين واضحين. قال لك اسيدي لو ميليو غادي يكون سنتيل، ها هي سنتيل، قال لك القيمة ديالو 70، هي بار ديفور قيمة 50، إذا غادي تولي 70. ثم قال لك اسيدي لو ماكسيموم يكون نومبر و القيمة ديالو 25، ها لو ماكسيموم غادي يكون نومبر، فتح هادي يكون اختار نومبر وغتكون هنا 25. فوالا هادشي اللي مطلوب، صافي كندير اوكي، ندير ابليكي وندير اوكي.